رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم أخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم؟ بإذن الله تعالى هذا كل أعلام الدول العالم. أريد قبل أن تفتح مستشفيات، مستشفى الطب النبوي، مستشفى الطب الأنبياء، حتى نخدمكم بدون مقابل، نعالج كل مرض، سرطان، أيدز، جن، سحر، وسواس، انتهابات، كل مرض بإذن الله، لأن هذا علوم الأنبياء. أريد قبل أن أموت إلي دور في الإسلام، وعالج كل للناس بدون مقابل، بدون هذا، مسلم، مسيحي، يهودي، يزيدي، ليس لدي فرق. أريد أخدمكم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله أفتح مستشفى وأعلمكم 300 طالب وطالبات حتى نعلم هذا العلم إن شاء الله تعالى. كل دول العالم الأعلام، أني حتى أقول إليكم، أني في خدمتكم، أني مسلم، ليس عملي سياسي، عملي في سبيل الله وفي خدمة البشرية إن شاء الله. أريد منكم بس ترجعون إلى التوحيد وعلى منهاج النبوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.